طبعا يا شباب، انا في حد محترم كده يعني، ابن خالي استاذ امير، طلع معانا كذا مره في الفيديوهات. جه في المكان دوت اشتغل طعم بالنهار. طبعا انتوا فاهمين صيد الطعم بالنهار بيبقى اغلبيته شر، فهو قال لي انا ايه عامل دور غله. الغله اللي هو راميها هي زي ما انتوا شايفين في قماشه قدام منها، وفي برضه قدام منها حجاره، فدي طبعا ما تنفعش. استكشفت انا المكان، لقيت ان بعد منه كده بمتر ومتر شوية في مكان ينفع يبقى دور غلة، سواء دور غشيء او دور مستمر لو ما فيهوش لعب. طبعا في قاعدة ثابتة يا شباب عايزين نتفق عليها، ان دور الغلة لازم ياخد غلة ويدخل سمك. المهم انا لقيت ان المكان دوت هنا كده، لقيت ان الايه الدنيا مفتوحة شوية، فرميت الغلة بتاعتي. ويا مساهل الحق، خليكم معانا ان شاء الله فيديو بإذن الله هنقدم لكم فيه معلومات حلوة، ربنا المستعان. ولكن ايه، استفتاح حلو اهوت يا شباب على البركة، يعني حتة بيضة من الدور اللي احنا ايه قاعدين فيه ده. هنور لكم طبعا ايه الدنيا ماشية معانا ازاي، بس هو طبعا الهوا النهاردة تعبنا خالص، فالواحد مش عارف يصور اصلا يعني، فالله كريم ان شاء الله اللي جاي احسن، هيبقى فيه برضو ان شاء الله معلومات حلوة. خليكم معانا والله كريم يا شباب. زي ما انتوا شايفين وانا قاعد كده، عدى عليا الراجل الطيب ده بتاع دور بتاع القارب ده، رمى غزل قدام مني. طبعا ده اكل عيش، الواحد ما يقدرش يتكلم. ولكن من ضمن المعلومات النهارده ان الراجل، تعديه الراجل ده بالغزل اللي رماه ده ما يزعلش دور الغله في حاجه. اللي يزعله ان هو يفضل مستمر في الرمي ويحوط على الدور نفسه بالغزل، او يقعد ينزل يمسك السمك بايده زي ما شفنا قبل كده مع الجوابي مع الكلام من ده كده. تبقى ايه المكان زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده، مش هينفع يبقى دور غله. ولكن تعديه زي دي كده لو هو ده شغله على طول، ما يعمليش اي حاجه، ما يزعلنيش في حاجه. خليكم معانا ان شاء الله يبقى فيديو كويس. مش محبوب طبعا الصيد يا جماعه في الايام الهوا، بالذات في الغله. الغله شغل هادي، انا حته خنينه اهي بس صغيره، دي ايه هتترمي. هتترمي ليه بقى؟ هتترمي عشان انا ماليش مصلحة فيها، لكن لو انا ينفع ناكلها هناخدها، بس العلم بالشيء. بس طبعا مش شرط ان انا نرمي لك السمكة. الخنين ده يا جماعة ما بيكبرش، فلو دي نفس المقاس ده سمكة بيضة برضو تترمي. الخنيني لو انا ليا مصلحة فيها وعايز ناخدها هناخدها، لكن انا هنرميها عشان انا ماليش مصلحة فيها. بس عايز نوصل المعلومة دي برضو ان شاء الله. رمية من اولها يا جماعة. طبعا عايز نقدم اجمل تحياتي لاحسن متابعين في الدنيا، استاذ يسر الشريف، استاذ هشام الاسكندراني، عمي وحبيبي صابر جاء، استاذ ايمن قرأ. تحياتي ليكم يا شباب، وغمزة من اولها يا ربنا وفقنا يدخل علينا ايه حاجة كويسة ان شاء الله يا كريم يا رب. هي كانت واكلة ونايمة على فكرة، ما لمحتش معايا. بصوا شباب، بالنسبة للعدة معايا النهاردة، أنا خدت 30، الرمال بتاعي 30، السنار اللي كنت مستخدمه كنت نازل بتلاتة، فخدت اللي هي السمكة البيضة اللي عدت دي، فلقيت إن حنكها طرية. عرفت إن في هنا سمك خلص البخ بتاعه ولكن حنكه طري، فروحت مصغر السنار بستة عشان الناس اللي هي بتسأل على السنار. احنا قلنا في الفيديو اللي قبل كده، هنسيب الفيديو ده طبعا في اخر الفيديو، ان سنار الغنلة بيبدأ من 1 لحد 6. خليكم معانا. ها مسهل، الريح هدى شوية اهو، على امل ان هو يريح ان شاء الله. لو ريح احتمال الكلام يتغير برضو. ايه سمك صغير،
هنرموه. برضه سمك ايه دي مسنودة شوية كده يعني، هناخدوه. الله كريم، الله كريم يا شباب. الراجل الطيب الصياد بتاع القارب ساب الشبك بتاعه في المية ومشي، مش عارف بقى مرقده ساعة ساعتين قفل الدور خالص، بدأ ما بدأ يتحرك معايا بالسمكة وبتاع، فهو يعني ايه شغالة معايا دلوقتي. الحجم ده كده اللي هو الخنيني او الحجاري ده حجمه الطبيعي للأكل، فهي كويسة يعني. هنقضي اليوم بتاعي على كده، نتسلى ننزل الساعتين بتوعي، والله كريم. لو في حاجة كويسة ان شاء الله هنصوروها، ولو الدور اشتغل معانا شوية هنحاول نصوره مباشر، لان صعب ان انا نصور مباشر الاكلة ضعيفة يعني، فما بنلحقهاش او بتضرب ياما على الفاضي ما بين الخنين الصغير الصبع وكلام من ده. فانا عايزكم تجمعوا المعلومات ديت وتبقوا ايه، اعتبروا ان ده درس برضه في صيد الغلة. خليكم معانا برضه.